طبعا الفنان دائما بيقدر، التقدير من الجمهور شيء معنوي، إنما لو حبيت مثلا أعرف التقديرات الفنية اللي أنت منحت لك. في الواقع قبل سنتين لما كنت في لبنان جاني مندوب عن لجنة فرنسية تهتم بأمور الفن والفنانين في العالم، وقدموا لي وسام. وهدف هذا الجمعية إنه مثلا إذا كان فنان خرج بنطاق الفن عن حدود منطقات معينة اللي هو فيها مثلا إلى خارج بلاده ولاقى مثلا من النجاح الشيء المعقول، فهذه اللجنة تقدم له وسام تشجيعي. يعني تقدير منها للمجهود اللي هو بذله مثلا في المجال اللي هو طبعا مجال الفن اللي هو مختص به. فجوا أخينا دول، أخينا ومعاي اثنين كمان، وقدم لي الوسام ده وخرب عقلي الحقيقي يومها يعني. لا شيء والله. على كل حال مبروك يا طلال، وأقبل إن شاء الله يعني ما تأخذ أوسمة كثيرة يا سيدي. الله يخليك. طيب.